كان عندنا امل في ربنا ان عم صالح يكون عنده دليل براءته، بس تعيش انت خبطته عربيه. يا داوي يا داوي على الحظ الذكر، انا عارف ان الحظ الذكر مش هطلع من المكان ده. يا ده بقى طب ده كان وقت يتخبط فيه العربيه، بس كان يستنى شويه لما يجيب لي الدليل بتاع البراءه. يلا بس اقول لك على حاجه، انا جوه السجن زي بره السجن، جوه ولا فارق ولا بره فارق. على الاقل هنا اتصيدت خلاص وبقيت مسيطره كده، ما انت عارفه ان احتمال امسك بعماره السجن. ما تخافيش يا ام قطاطا، ما تخافيش، اكيد ربنا شايل لك خير ان شاء الله. وانا عن نفسي مش هسكت، انا عارفه انك بريئه ومش هسكت على الكلام ده. يا بكير يا بكير. ايه يا باشا؟ روح هات لي الست اللي بتتكلم مع قطاطا دي. ليه؟ هي سرقت منك حاجه يا باشا ولا ايه؟ روح يا بكير، هاتها في ايدك وتعالى خلصني. حاضر يا باشا. يلا بقى شوف نفسك كده يا حبيبتي، وخلي بالك من عيالك ومن نفسك. خدي يا حبيبتي السجاير اللي طلبتيها. بس هي بتخلص بسرعه دي. معلش المره الجايه هجيب لك علبه تانيه. بعتيلي شيشه. مزيكا يا جابر، عامل ايه؟ كويس؟ جابر دلوقتي بيغيب لي خدي حاجه جوه. مزيكا عايزه مني حاجه؟ كتر خيرك يا بنتي. يلا مع السلامه يا حبيبتي، عزز رجليكي وحواليك يا اختي. خدي بالك من نفسك. ازيك يا فاسي؟ عامل ايه؟ تزرع تومي 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 تومي. ازاي؟ هو كان في حد قاعد هنا؟ كان في حد قاعد هنا؟ وايه علاقة عم صالح بالموضوع ده؟ عم صالح كان شغال عندهم ومش عاجبه حالهم، لحد ما حس بالذنب لأنه شايف الحق بعينيه وساكت مش قادر يتكلم. وعرفتيه منين عم صالح؟ عن طريق المحامي، لأنه قال له في التليفون يوم جلسة ست قطاطة إنه معاه دليل براءتها، بس أهو النصيب بقى إنه ما قدرش يقول قبل ما يموت في حادثة العربية. هو مات في حادثة عربية كمان؟ الله، ده يبقى حد كان مراقبه. الله أعلم. اسمعي، أنت معاكي تليفون المحامي ده؟ معايا يا باشا. يا عبطك يا قطاطة، بقى مستنية الدنيا تضحكلك وعايزة تخرجي من هنا بعد السنين اللي انت هتقضيها عشان تشوفوا مستقبلك تاني. مستقبل ايه ونيلة ايه؟ ده انت عشت اكتر من ابو الهول. يظهر ان انا لازم انا اسيس اموري واخلص مدتي على خير واخرج اشوف مستقبل المشرق بقى. يلا بلا محن فاضي. قومي يا قطاطة، الصال بكير عايزك. ايوه جاية يا عطية. ماسك القرف مرة نكد. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.